قصة البيت الشعري أسد علي وفي الحروب نعامة، وهي امرأة غلبت الحجاج. لم يكن عمران بن حطان أحد شعراء الخوارج يخوض المعارك، ولكن كان له شأن بها، وتوعده الحجاج. وعندما توعده الحجاج كان ذلك بالتزامن مع تحدي امرأة من الخوارج للحجاج، غزالة زوجة شبيب الخارجي، وهو أحد قادة الخوارج في القتال. أقسمت أن تدخل جامع الكوفة عاصمة منطقة الحجاج وتصلي فيه ركعتين، فبرت بقسمها ودخلت مع جيوش الخوارج الكوفة، وصلت ركعتين قرأت فيهما البقرة وآل عمران. عاير عمران بن حطان الحجاج بهذا الأمر، وقال: بيت الشعر المعروف الذي ذهب مثلا، أسد علي وفي الحروب نعامة، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائر؟ وذلك بمعنى أن الحجاج أسد على عمران شاعر الخوارج، ولكنه لم يقدر على غزالة زوجة أحد قادة الخوارج. ويشار إلى أنه في وقت لاحق تمكن الحجاج من القبض على عمران بن حطان وفظع به.